وستكون المملكة العربية السعودية أحد الدول المرشحة لاستضافة كأس العالم 2034 بعد أن أعلنت نيتها الرسمية الترشح لذلك. بيان لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد أن المملكة لديها خطة شاملة لتسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية. إذن احنا راح ننتظر الملف السعودي كيف سيكون، ما هي الملاعب، ما هي الاستعدادات، كيف سيقدم ذلك الملف وكيف سيكون مدعوما لي يعني يحصل على إن شاء الله الاستضافة استضافة كأس العالم 2034. الله يعطينا وياكم طول العمر ونشوف ونغطي عن الحدث هذا وإحنا كده. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.